مرحبا مرحبا سي اسماعيل خبروش، لاعب ديالنا القديم، ودوز في ليطوال ودوز في الفريق الوطني ودوز ايوا دوزنا حقنا، الله يجعل شي بركه. ايوا اش نقول لكم الحاج، بالنسبه للسي ابراهيم راه معروف سعيد الوطني وسعيد الدولي. ما بغيناش نتعرفوا، حنا بغينا غير نعطيو المردود. شوف بغينا غير شوف شوف غير هذا الملعب ديال الشباب، شوف غير الديكور هذا اللي داير في الاصفر والاخضر. كراسا السي ابراهيمي اللي دائما هذا الشيء واجب. شوف مالف الملعب ومالف اللعابه ومالف يعني التيران في المستوى العالي اللي كنشكروا من هذه المباراه هذا، وكنتمنى واحد السعيد للفريق ديال الشباب للصعود للقسم الاول، ولمانا على الاقل دوز الديفيزيون هو، على الاقل دوز الديفيزيون ان شاء الله. ان شاء الله شوف راه جاي واحد الشباب راه كيديو لنا دابا اللعابه بزاف، ما كيخليهمش لينا خويا. ايوا اش غادي دير اللعابه هما جاو دابا لاكاديمي بروسبكت وعزلوا كاع اللعابه اللي مزيان، حنا نتمناو غير يتهلاو فيهم ويوصلوا. انا كنفطر اللعاب اللي كيبان عندنا راه وداد راجا فتح الجيش كيمشي زموري ما خلاو ما كاع اللعابه انا دايرين في المغرب كامل. ايوا كنتمنى من السي ابراهيم يمشيو يدير لهم كونترا باش مابقاش يهربوا لنا اللعاب. ودابا دي مينور ما نبغوش نفرضوا عليهم، بغينا نخليهم الاختيارات، ولكن مع الاسف ما اما التكوين كاين واللعابه ديالنا مطلوبين. التكوين كاين، شكرا على التكوين. هاي وقعش من احسن الناس اللي عندنا المدربين في الشباب اللي عاطين الشيء الكثير. كل شيء وراك السي ابراهيمي راه دائما تنقولها، غير السي ابراهيمي هو ولا خويا. شوف والله العظيم اللي كيهمني انا كيهمني ان الشباب يلقاو بعدا فين يلعبوا ويلقاو فين يتكونوا باش ينجحوا في القرايه ديالهم، لان هذه وسيله باش يوصلوا للهدف المنشود وهو راه كاين سي ابراهيم شي ديال الصغار هنايا اللي غيمشيو في المنطقه. كاين لا تعزلوا الدراري تعزلوا كاين لي بروسبكسيون. هو المهم سي لا جوا كي كونت، لا جوا دي زونفون اللي كيلقاو فين يلقاو يلقاو تو لي مويان باش داك الحقد ما يكبرش، الحقد الاجتماعي ما يكبرش في الاطفال. تري تري امبورتون، مهم بزاف. يلا ميرسي بوكو ميرسي.